السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا مجددا لدرس جديد من دروس Proto Structure. في الدرس السابق تعلمنا واجهة البرنامج. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية رسم المحاور بشكل أحادي وبشكل متعدد. كما تكلمنا سابقا، قوائم برنامج Proto Structure مرتبة بالترتيب من اليسار إلى اليمين حسب خطوات التحليل والتصميم. إذن نبدأ بالموديلينج. قائمة الموديلينج تستخدم لرسم الجريدز، الأعمدة، الجدران، البلاطات. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى رسم الجريد بشكل أحادي وكذلك الأورثوغونال أكسس جنريتور التي تمكننا من رسم المحاور بشكل متعدد أسرع من الطرق الأخرى. إذن لنضغط Grade، نلاحظ أنه تم فتح لنا قائمة مكتوب عليها Axis محاور. في المربع الأول يتيح لنا البرنامج تسمية المحاور سواء بحروف، مثلا هنا راح يكون التسمية بالحرف A، أو إذا أردت تسمية المحاور بالأرقام أختار الرقم 1. وهنا يظهر لدينا طول المحور الذي قمنا بإدراجه وكذلك الزاوية. أيضا يمكننا البرنامج من اختيار كيفية رسم المحور، هل بشكل مستقيم وقطعة واحدة، أو إذا كان لدينا مولتي سيجمنت يعني بشكل متعدد، أو إذا كان شكل كيرف. لنرسم خط مستقيم نذهب إلى المكان المراد رسم المحور، نختار النقطة الأولى ومن ثم نحدد الاتجاه والطول. كما تلاحظون هنا نستطيع الرسم بزاوية أو نستطيع الرسم بخط أفقي مستقيم إذا كانت الزاوية صفر. إذن كما تلاحظون رسمنا خط أفقي كان تسميته AA. نقوم برسم خط رأسي آخر ويكون الترقيم مثلا 1. في حالة إذا رغبنا بكتابة طول المحور والزاوية نضغط على نقطة البداية ومن ثم F2، نقوم بكتابة الطول المراد عمله ومن ثم نضغط على زر تاب لكتابة الزاوية ومن ثم الضغط على Enter. الآن قمنا برسم كما تلاحظون محور بطول 1400 وزاويته عن المحور الأفقي 0. نقوم برسم محور آخر بزاوية مائلة، مثلا نختار نقطة البداية، نضغط على F2، نفترض أن طوله 2600، نضغط على تاب يميل بزاوية 30 عن الأفق ومن ثم الضغط على Enter. قمنا الآن برسم محور بطول 2600 وزاوية 30 درجة من المحور الأفقي. إذا قمنا باختيار المولتي سيجمنت أكسس، هذا الخيار يمكننا من رسم محور بأشكال غير منتظمة. لإنهاء الأمر نقوم بالنقر بالزر الأيمن. أيضا الكيرفد أكسس يمكننا من رسم محور على شكل كيرف، نختار نقطة البداية ونقطة النهاية ومن ثم نحدد الاتجاه، هل للأعلى أم للأسفل. نلاحظ أنه عند التحرك للأعلى كان قيمة الـ L موجبة، بينما عندما قمنا بالتحريك إلى الأسفل كانت قيمة الـ L سالبة. إذن أقوم بالضغط على F2، أفترض أن نصف القطر كان 500 سنتيمتر والضغط على Enter. قمنا الآن برسم كيرف بقطر معين. بعد الانتهاء من رسم المحاور نضغط على Close. يوجد لدينا نوعين من النوافذ، نافذة من اليسار إلى اليمين ونافذة من اليمين إلى اليسار، النافذة الزرقاء والنافذة الخضراء. ما الفرق بين النافذة الزرقاء والنافذة الخضراء؟ النافذة الزرقاء لكي نقوم باختيار عنصر يجب أن يتم تضليل هذا العنصر كاملا. لاحظوا أن العنصر إذا قمت بتضليل جزء منه لا يقوم البرنامج باختيار هذا العنصر، بينما النافذة الخضراء لاختيار أي عنصر يكفي تضليل جزء ولو بسيط من هذا العنصر لكي يقوم البرنامج باختيار هذا العنصر.
إذن إذا أردنا حذف هذه المحاور التي قمنا برسمها، أقوم بتضليل هذه المحاور ومن ثم نضغط على Delete أو الضغط بالزر الأيمن واختيار Delete. في حالة إذا قمت باختيار أكثر من عنصر مثلا أعمدة وبلاطات ومحاور، يتيح لك البرنامج عمل فلترة واختيار العنصر الذي تريد حذفه فقط. هنا لأننا رسمنا فقط محاور كان لدينا علامة صح أمام خيار الأكسس، نقوم باختيار OK. الآن قمنا بحذف المحاور المرسومة. الأيقونة الثانية التي هي Orthogonal Axis Generator، نقوم باختيار Orthogonal Axis Generator ومن ثم نقوم باختيار نقطة الصفر للدروينج الذي نريد عمله. أنا أفضل اختيار نقطة الصفر هنا. لاحظ أن البرنامج فتح نافذة وأعطانا الجريد انترسكشن الذي هو بداية الجريد الذي سوف نقوم برسمه، وأعطانا الإحداثيات 500 و500 سنتيمتر من نقطة الأوريجينال. يعني إذا قمنا باختيار هذه النقطة سوف يكون عندنا الإحداثيات 0 0. أيضا نستطيع تعديل هذه النقطة، مثلا نستطيع تعديلها إلى 1000 1000 أو ما إلى ذلك. المربع الآخر يعطينا معلومات المحاور في الاتجاه الأول، والمربع الثاني يعطينا معلومات المحاور في الاتجاه الثاني. في الاتجاه الأول سوف يقوم البرنامج بعمل تسمية باستخدام الحروف، لاحظوا A B C D، بينما في الاتجاه الآخر سوف يقوم البرنامج باختيار الأرقام لتسمية المحاور. الديفولت تبع البرنامج يقول سوف يتم رسم عدد 3 بحور spans، المسافة بين المحور والمحور في هذه البحور 500 سنتيمتر. أيضا في الاتجاه الآخر سوف يتم رسم 3 spans والمسافة بين المحور والمحور 500 سنتيمتر. نقوم بتعديل هذه الأرقام. مثلا المحور الأول يبعد عن المحور المرجعي 500 سنتيمتر. لكي أقوم بإدخال المسافة للمحور الذي بعده أضغط على كوما ومن ثم 400 600 و300 مثلا. الإكستنشن تبع هذا المحور راح يكون عندي 2 متر، أختاره أكبر قليلا مثلا 600، ومن ثم نستطيع تعديل هذه المحاور. سوف أقوم بتوضيح هذه النقطة لاحقا. في الاتجاه الآخر مثلا كانت المسافات عندي متساوية كل 6 متر، إذا كانت المسافات متساوية أقول 6 متر ضرب 3 أو ضرب 4 بحور، وطول هذا المحور الإكستنشن عندي كان 7 متر. بعد الانتهاء من إدخال معلومات المحاور أقوم بالضغط على OK. في حالة رغبنا بعمل تكرار لمحور معين، أو أردنا عمل إكستنشن لمحور معين، أو أردنا حذف محور معين، يستطيع القيام بذلك بشكل بسيط جدا في برنامج بروتا. نختار المحور الذي نريد عمل تعديل أو نسخ له، ننقر بالزر الأيمن، نختار Offset Axis في حالة رغبنا بعمل نسخ لهذا المحور. كما تلاحظون أن الحركة في هذا الاتجاه، يقوم البرنامج بنسخ المحور إلى هذا الاتجاه. إذن نضغط على F2، يطلب منا البرنامج إدخال المسافة، نقوم بكتابة مثلا 7 متر، Enter. الآن إذا قمت بالنقر مرة أخرى سوف يقوم البرنامج بعمل أكثر من نسخة من هذا المحور بمسافة 7 متر. في حالة أردت التعديل أضغط F2 مرة أخرى وكتابة المسافة الجديدة، Enter. الآن سوف يتحول البرنامج إلى عمل محاور على مسافة 2 متر. في حالة أردت حذف محور من الممكن اختيار هذا المحور والضغط على Delete أو بالزر الأيمن واختيار Delete كما تكلمنا سابقا. نلاحظ أنه في هذه الرسمة كانت المحاور هنا قصيرة، نحتاج أن نعمل لها extension
أقوم باختيار المحاور المراد عمل extension لها، النقر بالزر الأيمن stretch axis، نختار النقطة ومن ثم نعمل stretch لهذه المحاور بالطول المراد، سواء بكتابة القيمة بالضغط على F2 وكتابة القيمة، أو من الممكن بالنظر إلى المسافة المراد عمل extension لها. أيضا نستطيع عمل ميرور لهذه المحاور أو أي عناصر أخرى، والعديد من الخيارات التي سوف نتطرق لها في الفيديوهات القادمة. هنا على يسار الشاشة يسمى الستركشر تري. في الستركشر تري يوجد معلومات المشروع، العناصر. نلاحظ مثلا أنه هنا قام بعمل تسمية أكسس، قمنا برسم محاور من 1 إلى 8 ومن A إلى E. إذا قمنا بالنقر على أي محور هنا على الشاشة، نلاحظ أن البرنامج يقوم بتضليله، هذا هو المحور 3. أيضا إذا قمنا باختيار أي عنصر من هنا، سوف يقوم البرنامج بتضليله على الرسم. أيضا في حالة قمنا برسم أعمدة أو ما إلى ذلك، سوف يقوم البرنامج بإدراج هذه العناصر كلا تحت عائلته. في الفيديوهات القادمة سوف نتطرق لكيفية رسم العناصر الإنشائية المختلفة والتحليل والتصميم، لذلك لا ننسى الاشتراك بالقناة لمتابعة كل جديد.